السلام عليكم. في سؤال بيتكرر فهنحاول نجاوب عليه دلوقتي. خلصت المشروع كله تصميم ومظبط ال 3D والقطاعات والواجهات والبيانات على الريفت كده، ابقى اشتغلت ريفت مش بيم صح؟ لو انا شغال مظبوط يبقى شغال بيم. يعني ايه؟ يعني كل ما اعمل سيلكت على حاجه اطلع المعلومات مظبوطه، ما استسهلش واحط حاجه في كاتيجوري غير مظبوطه. يعني ممكن مثلا ايه، حاجه حوايط مش عارف ترسمها فترسم عمود، حاجة مثلا مكنة مش قادر تلاقي لنفس المكنة فبترسم ماس او بترسم موديل ان بليس، حاجة فاضية ما فيهاش كونكتور، فبان كده بشغل بيم. تمام. عشان اكون بعرف اشتغل بيم، ايه الخطوة الجاية اللي المفروض اتعلمها حسب ما الشغل بيطلب مني؟ انا بتكلم عن نفسي، لو الشغل مثلا قال لي احنا عايزين نعمل حصر بعملها. انا الشغل مثلا في مرة من مرات المدير قال لي احنا جاي لنا مشروع صفر 3 دي، فخلاص اوتوماتيك بدات اشتغل على سيف 3 دي وبدات اشتغل حاجات. بعد فتره راح قال لا احنا هنشتغل حاجه تانية، فالشغل اللي بيوجهني. تمام. البيم في حاجات كتيره جدا، فممكن تلاقي نفسك ايه الشغل او الحاجه اللي انا مطلوبه مني ان انا اشتغل في الفور دي في الفايف دي في الحاجات دي. بس مبدئيا هنشوف ايه الخطوه الاساسيه اللي لازم ان انا اعملها. الخطوه الاساسيه ان انا اعرف اخرج جداول الحصر من البيم، وده سهل جدا. هتلاقي على موقع بيم اريبيا على اليوتيوب، اكتب بيم اريبيا هتلاقي حصر بالتفصيل، يعني ازاي تعمل حصر وازاي تطلع التكلفه مظبوطه وازاي تشتغل مع بيت الاقسام انشائي والكتروميكانيكال. البيم عباره عن ايه؟ عن زي جسم الانسان كده، يعني هو بيعمل مبنى جسم الانسان. ما ينفعش يبقى فيه الواجهه الخارجيه الفساد الجلد ومش ما فيه الهيكل العظمي اللي هو يعتبر الانشائي، ما فيهوش التكييف، ما فيهوش الدم اللي هو نقدر نعتبره البلامنج او الووتر او كذا. فلازم كله يكون متكامل مع بعض. لو انا شغال لوحدي ومش فاهم ازاي اشتغل مع فريق واروح اشتغل في شركه هتعبهم. انا لما بيجي لحد مثلا بيعمل معايا انترفيو، من ضمن الحاجات اللي انا بركز عليها، هل عندك امكانيه تشتغل مع فريق؟ هل اشتغلت مع فريق؟ هل تعرف الكولابريشن؟ انا لقيت ناس بتشرح بيم على ان هو ماكس، يعني ايه؟ يعني يقعد يقول لك ايه اعمل الشكل دوت واعمل الواجهه دي، وبيعمل شغل جميل يعني شكله حلو، بس مش حاطط فيه انفورميشن ولا عامل فيه موضوع ان هو شغال مع فريق. يعني هو جه على قائمه كولابريشن وقال لك انا مش عارف القائمه دي لازمتها ايه، شكلهم حطوها كده بالغلط، حطوها ايه بالغلط. دي حاجه من اساسيات البيم، ان انت تشتغل مع فريق وازاي كلكم تبقوا فاتحين الملف في نفس الوقت. تمام. فلازم اتعود. ممكن اشوف واحد تاني مثلا انشائي، طب تعالى نشتغل مع بعض وازاي نعمل لينك وازاي نعمل مثلا كولابريت. الحاجات دي مشروحه بالتفصيل على موقع بيم اريبيا، وان شاء الله نعمل لكم كورس خاص بكده في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله نبدا فيها، وتلاقي مشروع كامل من اول للاخر بكل التفاصيل خطوه خطوه بنعملها، وفي شهاده ان شاء الله للي هينفذ ويعمل المشروع. تمام. اللي المفروض بيشتغل بيم، البيم حاجه كبيره، في حاجات خاصه بالسيفتي، في حاجات خاصه بالفور دي، في حاجات خاصه بالسيكس دي، في حاجات خاصه بالاستدامه، في حاجات. فانت حسب شغلك بتشوف ايه الجزء اللي انت عايزه، ما تشتتش نفسك في 600 حاجه. انت مثلا مهتم بالليد، خلاص في حاجات خاصه بالاستدامه، هتلاقي برضو في بيم اريبيا عاملين سلسله خاصه بالاستدامه، في سلسله خاصه بالفاسيلتي مانجمنت. انت في شغلك محتاج ايه؟ يعني انا ليه اقعد، يعني انا دلوقتي الشغل طالب مني ان انا اتعلم استدامه وانا اقول لا انا هتعلم فاسيلتي مانجمنت؟ لا، اركز على الحاجه اللي الشغل عايزها مني، ولما اكون ما فيش حاجه مطلوبه مني والشغل مش طالب مني حاجه، استغل الوقت ده ان انا اتعلم حاجه جديده. بس لازم ما دام انت لسه بتبتدي تتدرب ان انت تشتغل مع فريق. ان شاء الله برضه هتلاقي في السلسله بتاعت بيم اريبيا ازاي تشتغل مع فريق، ازاي تعملوا مع بعض كولابريشن، ازاي تعملوا مع بعض ريفت لينك، ازاي تعملوا مع بعض ورك سيت وتتعاملوا مع بعض ان شاء الله. فتابعونا وان شاء الله تلاقوا اللي يساعدكم في فرص عمل افضل باذن الله.